أدعو العدل والإحسان إلى أن يدخلوا إلى المعركة ويجيوا نتلاقاو في البرلمان ونتذكروا في القوانين التنظيمية اللي غتنظم الأبازيغية واللي غتنظم واحد العداد ديال الأمور مهمة في البرلمان. غنتذكروا علاش من أمازيغية بغاو، واش الأمازيغية اللي مكتوبة بالحروف بحال الشينوية ولا ديك الأمازيغية اللي مكتوبة تما يا راهي. ها انت سيدي حيد حيد عفاك حيد حيد كل نخ أن بنيو لإصلاح الديمقراطي، كل نخ أن حافظ غفز. غير نقولها لكم أنا اللي ما عرفتش الشلحة، أصبروا شوية. هذيك الكلمة الأخرى ما فهمتهاش السيبها، زعما كلنا سنبني الإصلاح الديمقراطي، كلنا سنحافظ. زيد السيبها ها كلنا سنحافظ على هويتنا. بقات خاصني كلمة وحدة، أما إلا جابوا هذاك الحروف ديال قال لك تيفينا إلا قراهم السباهة ولا بولوس بجوج بأمازيغي، والله تنقد باستقالتي من هذا الحزب. كل نخ، قولوا معايا حنا راه كلنا شلوح، المغاربة كلشي شلوح. كل نخ أن بنيو لإصلاح ديمقراطي، كل نخ الحافظ غيفس. وهذه هي الشلحة ديال المعقول. أما هذه الأمازيغية الأخرى، الله أعلم ما لهاش باغيين، الله أعلم. ولاني عندك اسحاب لهم راس الشعب المغربي هذا، كتبقى دير به اللعيبات في الاخر هو اللي كيغلبك، واول من اول امتحان غيدوزوه هو هذا، باش من حرف بغاونا نكتبوا الامازيغيه. الا كتبناها بالعربيه معناه انهم باغيين المعقول وباغيين يقراوها المغاربه ويتفاهموا معاها، الا صروا على الكتابه ديالها باللغه الاخرى معناهم انهم بنفسهم أعداء ديالها وما بغاوش الأمازيغية، بغاو غير يشوشوا على العربية.